وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن في رحلة بين العوالم، انتقلنا قبل المجيء إلى هذه الدنيا من عالم الأشباح والأظلة إلى عالم الذر، ثم من عالم الذر إلى عالم الدنيا، وننتقل من عالم الدنيا إلى عوالم أمامنا، عالم البرزخ وعالم القيامة والنهاية الأبدية في الجنة إن شاء الله، أو النار لا سمح الله. كل عالم سابق يترك آثاره على العالم اللاحق. في عالم الذر آمنا بالله وصدقنا وقلنا بلى، فجعل الله الإيمان في فطرتنا في هذه الحياة. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنالك مثلا حينما سمعنا نداء إبراهيم الخليل عندما وقف على جبل أبي قبيس وقال: هلموا حج بيت ربكم، فمن سكت ولم يجب لن يوفق للحج، ومن قال مرة لبيك حج مرة، ومن قال مرتين هناك حج هنا مرتين، ومن قال أكثر حج أكثر. هناك تعارف بعضنا مع بعض، فالذي تحبه في هذه الحياة وتشعر بالأخوة معه، إنما العلاقة بينك وبينه بدأت من هناك. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في عالم الذر ائتلف هنا، وما تناكر هناك اختلف هنا. فما جرى علينا في عالم الذر وما اخترناه في عالم الذر له تأثير كبير علينا في هذه الحياة، وما نعمله في هذه الحياة له تأثير كبير على ما يجري علينا في عالم البرزخ، ومن ثم في عالم القيامة والجنة أو النار لا سمح الله. هذه العوالم متعاقبة، لكنها متأثرة ببعضها ومرتبطة ببعضها، وتأثير كل عالم على العالم الآخر تأثير كبير وأساسي. أعمالنا في هذه الحياة في هذه الدنيا أيضا هي التي تواجهنا في عالم البرزخ. أساسا الإنسان حينما يموت يدفن في عمله، وليس فقط يدفن في التراب، وبمجرد أن يغمض عينيه هنا يفتحهما على أعماله، على ما فعل، على ما قال، على ما اتخذ من موقف، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يقول ربنا في هذه الآية الكريمة: يوم، يعني تذكروا، احذروا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما قلت من كلمات حسنة تراها في صورة الثواب، الآن هذا الثواب شنو شكله ما أدري، بعض الروايات والأحاديث تمثل بمقدار عقولنا في هذه الحياة، أنه شخص جميل المحيا، النظر إليه يدخل السرور في قلبك، أو في صورة حرية أو حورية، أو في صورة قاصر، أو في صورة بساتين ونخيل وأشجار، أو ما شابه ذلك. المهم أن ما تقوم به من عمل هنا تجده محضرا هناك. ولذلك جاء في الحديث الشريف: الدنيا مزرعة الآخرة، هنا الزراعة وهنالك الحصاد. كما أنك في هذه الحياة الدنيا حينما تقوم بزراعة النخيل أو زراعة الأشجار المثمرة ليس في نفس الوقت تحصل على الثمار، لابد أن تمر سنوات حتى تحصل على ثمارها، فالزراعة الآن والثمرة بعد ذلك بسنوات. زراعة الأعمال الحسنة أو السيئة هنا والحصاد في يوم القيامة. أساساً لا شيء يضيع في هذه الحياة، حتى في هذه الحياة لا شيء يضيع. كلمة تقولها أنت في صغرك تحاسب عليها في كبرك، كلمة تقولها الآن هي لك أو عليك بعد مرور عقد من الزمن، بعد مرور 20 سنة 30 سنة، ماكو شيء يضيع، لا ضياع مادي ولا ضياع معنوي، حتى الضياع المادي ما موجود، ما في شيء يضيع. يقال بأن الكلمات التي قيلت والخطب التي ألقيت هذه كلها موجودة في مكان ما، الآن الآن هي موجودة، ولكن لا نملك الأجهزة التي نستطيع بوسيلتها أن نستعيد تلك الكلمات. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقف بين الصفا والمروة وينادي قريش ويطلب منهم الإيمان بالله الواحد الأحد، هذه خطبته موجودة محفوظة بالصوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن وين ما ندري. والبشر يبحثون عن وسائل لكي يستعيدوا تلك الأصوات، بل لكي يستعيدوا الصور كما هي. غريب، الصوت راح، شلون المسجلة الآن تسجل علي؟ شلون هذه الكاميرا تسجل علي الصوت والصورة؟ ولعله بعد 20 عاما يأتي أناس وينظرون إلي وأنا أتكلم بكلماتي بصوتي بملامحي بكل ما أنا عليه، حتى ألوان ثيابي تبقى محفوظة، هذا صنع البشر، فكيف بالنسبة إلى صنع الله عز وجل؟ أحيانا أنت تذهب في الليل وتنظر إلى بعض النجوم، تعرف ربما هذه النجمة التي أنت تراها الآن هي قد انتهت قبل 50 مليون عام، قبل 50 مليون عام هي توفت، هذه انعدمت، هذه راحت، لكن نورها الآن يصل إليك. كذلك لو أن أحدا ما يعيش في كرة من الكرات، لعل هذه الأصوات وهي عبارة عن تموجات، ولعل هذه الصور أيضا تصل إليه هناك، إحنا ما موجودين، أو أصحاب الصور أصحاب الأصوات ما موجودين، لكن ذاك هناك يرى هذه الصور ويرى ويسمع هذه الأصوات. ما في شيء يضيع، ما في عمل ما له تأثير. يعني إذا ذهبت إلى ساحل المحيط الهادي، محيط كبير من أكبر بحار الأرض، ووقفت هناك وأخرجت من جيبك إبرة، شنو قيمة الإبرة؟ شنو حجم الإبرة؟ ورميت بها في مياه المحيط، فإن مياه المحيط بحجم الإبرة ترتفع،
أنت ما تشوف أي أثر، لكن هذه الإبرة تأخذ مقدار من حجم المي، فإذا المي يرتفع. ترمي أنت حجرة في بحر، هذه الحجرة تصنع دائرة، هذه الدائرة تولد دائرة ثانية، في دائرة ثالثة، في دائرة رابعة، إلى عرض المحيط كله. إلى هناك أكو دوائر، لكن كل دائرة أخف من الدائرة التي قبلها. إذا كان رمي إبرة في مياه المحيط له تأثيره، فكيف بأعمالنا وأقوالنا ومواقفنا وما نحدثه في الأرض؟ كل هذا باقي، لا شيء يضيع في هذه الحياة، ولا شيء يضيع من هذه الحياة في عالم البرزخ وعالم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا في معادلة من أهم معادلات الحياة، اللي هاي المعادلة ترتبط بمستقبلنا في هذه الدنيا ومصيرنا يوم القيامة. ما هي هذه المعادلة؟ هذه المعادلة جاء بها الأنبياء جميعا، تحدث عنها من آدم إلى الخاتم، أن الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه معادلة من معادلات الحياة، مثل معادلات الطب، مثل معادلات الهندسة، مثل معادلات الفلك، مثل قوانين الزراعة، قانون، معادلة حقيقية لن تتغير لن تتبدل. الناس مجزيون بأعمالهم، يعني في شيئين، أولا هذا العمل له تأثير، ثانيا هذا العمل تأثيره على من؟ على صاحب العمل. الناس مجزيون، مو غيرنا. كلمة خير تقولها نتيجتها لا تذهب إلى غيرك. يمكن إنسان ما يسرق منك مالك، لكن ليس باستطاعة البشرية كلها أن تسرق عمل خير من إنسان واحد، ولا أن تأخذ مكان إنسان واحد في عمل الشر. أي إنسان يعطى له ثواب عمله إذا كان خيرا، كما عليه تحمل العقاب إذا كان شرا. إذن العمل لا يضيع، وهنالك تأثير للعمل، هذا الجزء الأول من هذه المعادلة. والجزء الثاني من هذه المعادلة أن الذي يحصل على الجزاء هو صاحب العمل، يعني العمل يعود إليك، وإذا كان خيرا يعود إليك خيرا، وإذا كان شرا يعود إليك شرا. مو فقط الأعمال، حتى النيات، حتى النيات، بعض النيات هذه معاصي، حتى بعض الحالات السلبية الشريرة مثل الحسد، مثل التكبر. الآن التكبر ما ظهر على الشخص، لكن في داخله متكبر، في داخله يرى نفسه السلام عليكم ورحمة الله خيرا من غيره وأفضل من غيره. حتى النية تعود إلى صاحبها، الكبر، الحرص، الحسد، الطمع، كل هذه الأعمال، كل هذه النيات، كل موقف يتخذه الإنسان نية حسنة بأن تقوم بعمل حسن تجازى على تلك النية بجزاء حسن. فلا شيء يضيع، لا الأعمال ولا النيات ولا الحالات الحسنة أو السيئة. يعني تنوي الخير لغيرك من الناس، هذا إلى أجر وإلى ثواب. تنوي الشر بالنسبة إلى إنسان، ما تسوي هذا الشر، ما قدرت عليه، تقول يعني ليش الإنسان يحاسب على أعماله أو يحاسب على نياته؟ الآن في القوانين البشرية كثير من النيات الشريرة يحاسب عليها أصحابها. تبين أن فلانا نوى أن يقتل فلان، هذا القانون يحاسب عليه، تبين بطريقة من الطرق تبين. الآن هو اعترف أنه أنا كنت ناوي أقتل فلان، أو بسبب من الأسباب بطريقة من الطرق تبين أنه كان قد نوى،
القوانين اليوم تحاسب الأفراد على نيات الإرهاب. كان يريد أن يفجر نفسه بين الأبرياء، كان يريد أن يدمر هذا الجسر، كان يريد، ما فعل، لكن يحاسب على ذلك، لأن النيات هي بذور الشرور والخيرات. البذرة وين؟ البذرة في داخل النفس البشرية. حينما النبي خضر قتل ذلك الطفل واعترض عليه النبي موسى بن عمران، ونحن حينما نتحدث عنه ونقول طفل بريء، وأحيانا الأب يوم اللي يجيب قصة خضر قصة موسى لأولاده يتورط أنه شلون يبرر إلى أن الخضر قتل طفلا بريئا. لكن إذا عرفت أن هذا الطفل هو هتلر، ليش نخلي حتى يقيم الحرب العالمية الثانية ويتسبب في دمار مدن وبلاد ومقتل 70 مليون إنسان نقضي عليه وهو طفل؟ إذا عرفنا ذلك، خضر عرف، خضر عرف هذا الأمر. إذا عرفنا أن هذا الطفل سيكون فرعون ويقتل من الأطفال الأبرياء 50,000 ويبقر بطون الأمهات الحمل، يعني نقول ما يخالف خلي يبقى حتى يقتل 50,000 طفل بريء، خلي هو بريء ما مسوي شيء نقتله نقضي عليه، مو مشكلة. فالإنسان محاسب على عمله، والإنسان مجزي، مو فقط محاسب، مجزي على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ومجزي على أيضا نياته، ومجزي على حالاته، حالة الحسد، حالة الكبر، حالة الطمع وما شابه ذلك. كلمة تقولها اليوم صداها يبقى ألوف السنوات. لا، أصلا الكلمة تبقى. الإمام علي سلام الله عليه يقول في واحدة من حكمه الرائعة، يقول: وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. هاي الكلمة قبل كم سنة قالها الإمام علي؟ أكثر من 1000 عام. ذاك الوقت لا جرائد ولا مجلات ولا كاميرات ولا آلات تسجيل ولا موبايلات عند الناس. قالها الإمام مرة واحدة ومشى، مو 20,000 مرة كررها على الناس. وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. هاي الكلمة باقية ولا ما باقية؟ بنصها باقية، بصداها باقية، بتأثيراتها باقية. الإمام الحسين مرة واحدة قال: هيهات من الذل، ألا وإن الدعي من الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يعني 3 كلمات: هيهات من الذلة. هاي الكلمة ضاعت، نصها باقي، تأثيراتها باقية، تدخل في نفوس أفراد فتصنع منهم أحرارا يدافعون عن حرياتهم، عن كرامتهم، عن حقوقهم، ربما يحررون بلدانهم على هذه الكلمة، يسقطون طغاة على هذه الكلمة. ما في شيء يضيع، كلمة خير ما تضيع، كلمة شر أيضا ما تضيع. في رجل معروف اسمه مكيافيلي، هذا مكيافيلي كاتب كتاب عن اسمه الأمير، في هذا الكتاب يقول: يا أبو، إذا واحد حاكم يريد يبقى حاكم ويحافظ على سلطته لازم يقول كلام ويعمل شيء ثاني، لازم يكون عنده وجدان، لازم يكون عنده ضمير، لازم يقتل من يحس الشر من من منه، لازم يقتل على النيات، لازم يصادر الحقوق، لازم لازم. هذا كتاب حقيقة، كتاب من كتب الشيطان، إبليس نطق على لسانه وخرج من قلمه. حقيقة ذاك اليوم كنت أقرأ بعض الأشياء عن حكام اليوم، أجد أنهم حقيقة هم عبارة عن تطبيق ما قاله مكيافيلي في كتابه الأمير: لا كلمة الشر تفنى ولا كلمة الخير تفنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سنة سنة حسنة، حتى لو كلمة سنة حسنة، مو يعني إلا فعل،
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مكيافيلي في عالم البرزخ يحاسب على كل ما كتبه في كتابه الأمير وطبقه الأمراء عندنا والملوك، وبذلك قتلونا وبذلك صادروا حقوقنا. لماذا في الروايات أن قابيل يشترك في إثم كل قتل يجري في هذه الأرض؟ لأنه أول من سن سنة القتل، أول إنسان ارتكب جريمة القتل، فهو شريك في إثم كل قاتل إلى يوم القيامة. وأعمال العبادة في عاجلهم، العاجل أو العاجلة يعني الدنيا، شيء المستعجل اللي بسرعة تحصل عليه، نصب أعينهم قدام عيونه، قدام عيونه في آجلهم. لماذا الحجة تتم على العباد يوم القيامة؟ الآن بعض العلماء قالوا تجسيد الأعمال ما يحتاج، هو هذا العمل موجود هناك، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما لهم حجة العباد، ليش؟ لأن رب العالمين يجيب العمل ما لإله، ما يجيب شيء إضافي. طبعا يضيف على الثواب أجرا ويضيف على العقاب نارا، هذا صحيح، لكن أصل العمل هو موجود. يقدر يحاسب رب العالمين يقول ليش؟ كان رئيس وزراء سابق في هذه البلاد، هذا كان باني سجون للمعارضين، بعد ما سقطت الدولة وسقط النظام اعتقلوه ذبوا بالسجن، فاعترض ليش هذا السجن ضيق؟ قالوا هذا الموضوع ما لك حق تعترض عليه، لأن أنت اللي بنيته، أنت بنيت هذا السجن بهذا الشكل، احنا مخليناك في هذا البيت اللي انت بنيته، بعد ما لك حق تعترض. يوم القيامة الإنسان يواجه نفس الأعمال، فوين مكان الاحتجاج على الله؟ نعم في مجال الاسترحام، يا رب اغفر لي، أن يطلب من الآخرين الصالحين أن يشفعوا له، صحيح، لكن أن يعترض على رب العالمين، لله الحجة البالغة، هذا عملك، هذا اللي انت سويته. إذن ليس فقط الأعمال وحدها لا تضيع، بل حتى النية، وعندنا في الروايات أن النية يوم القيامة مكشوفة بشكل مادي أمام الناس، نيتك الطيبة درة كل الناس يشوفوها في صورة الألماس، هذا مجرد مثال طبعا، أو النية السيئة عبارة عن قطعة من الفحم أسود. النيات هنالك مكشوفة، ويحاسب الإنسان أحيانا على مجرد النية أو على سوء الظن، إن بعض الظن إثم، صاحبك قاعد يمك أنت ذا سيء الظن بالنسبة له، هذا يريد يبوق من عندي، هذا يريد يهيني، هذا ما أدري إيش، هذا الظن السيء تحاسب عليه. من يصدق أن عمله لا يضيع يحسب حساب العمل، وأقول يصدق يعني أقول أكو فرد معادلة موجودة في عالم الطب، في عالم الهندسة، في علم الفلك، في علم الزراعة، أيضا في المعادلة أن أعمال الإنسان لا تضيع. لا مصدق، مصدق يعني عنده 100% صحيح، ما راح يقدم على عمل الشر. إذا كنت تمشي في طريق وأمامك حفرة، هذه الحفرة عميقة جدا، وتعرف إذا وضعت رجلك في الحفرة تسقط وتموت، لأن الحفرة عميقة، تخلي رجلك؟ ما تخلي رجلك، ولا تريد تجرب، ما تقول خلي أجرب أشوف. إذا كنت مصدق أن هذا السلك الكهربائي العاري إذا وضعت يدك عليه تموت، هل تضع يدك على هذا السلك العاري؟ أبدا ما تسويها، لأن مصدق. حينما نتحدث عن الإيمان يعني شيء 100% ثابت عندك، مو شيء أنت شاك فيه، حتى لو كنت شاك في شيء خطير فعادة لا تقدم. احتمال هذا المي 20 كأس من الماء أمامك، واحد من هالكؤوس فيها سم قاتل، واحد ما تدري ياهو من عجوه، تستخدمه؟ تستخدم أي كأس من هاي الكؤوس؟ أبدا. أكو فد مسألة شرعية حول الشبهة المحصورة، إما هذا وإما ذاك،
هل يجوز أن الإنسان ما يهتم بهذه الشبهة؟ إما هذا الماء طاهر وذاك نجس أو بالعكس، أحدهما تتوضأ بهم بأحدهما أو لا؟ إذا كنا مصدقين أن الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تتعدى الأمور كثيرة في حياة. إذا كنا مصدقين أن أعمال العباد في آجلهم نصب أعينهم في آجلهم، وأن الذي يواجه العمل هو أنا مو شخص آخر، انتقلنا من عالم إلى عالم ومن هذا العالم إلى عالم آخر، وكما قلنا أن العالم السابق يترك أثره على العالم اللاحق، وما نقوم به في هذا العالم له كل التأثير لأنها فرصة أخيرة. عالم البرزخ ما كانت الفرصة الأخيرة، عندنا عالم الدنيا، أما بالنسبة إلى عالم الدنيا ففرصة أخيرة. بعض الناس إذا كان الثواب يحصل عليه عاجلا يقدم على العمل، العمل يقدم عليه، تعال صلي ركعتين هنا نعطيك فيلا، يتنافسون، تشوف الصف من هنا إلى كيلومتر واقفين، ركعتين صلاة وراها فيلا، أو تساعد فلان ونعطيك في مقابله $1,000، فالمساعدة بسيطة، الكل يساعدون أو يتبارون أو يتنافسون في مساعدة الآخر فيما يرتبط بالعاجل. لكن فيما يرتبط بالآجل وينك وين الآخرة؟ بعدنا، تغمض عين تفتح عين، أنت فتحت عينك في ذلك العالم. الإمام علي حينما قال هذه الكلمة قبل أكثر من 1000 عام، زمن راح والزمن هم يروح ورانا ويتغير كل شيء، لكن احنا مجزيين بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا قيل أن هنالك يا نصيب، مرة طلعوا جماعة في الإنترنت قالوا $100 تدفع احتمال تربح 1,000,000,000، طلعت الدول صدرت قرار بيانات لا حد يروح يشتري يا جماعة، $100 فعلا ممكن واحد يربح 1,000,000,000 دولار، يعني 1,000,000,000 دولار، الناس قاموا يشترون، مع أنه احتمال أن أحدا يربح من اليا نصيب أقل من احتمال أنه دا يروح يشتري من الدكان ورقة اليا نصيب وبالطريق يصطدم ويموت أكثر من احتمال أن يربح. يقولون مثل فرد صحراء من الأبر، صحراء من الأبر، إذا اشتريت ورقة اليا نصيب احتمال أن تربح مثل ما يقولون أن هنالك إبرة واحدة فضية ما بينها الصحراء من الأبر، يعني احتمال تشيل إبرة واحدة هي تطلع نفسها، فشيء يعني غير طبيعي. ولذلك ملايين من الناس يشترون وملايين من الناس يخسرون أموالهم، واللي يربحون واحدة أو اثنين، مع ذلك الناس يشترون ورقة النائب. الدول اللي تحترم شعبها وتحترم ناسها تمنع مسألة اليانصي، لا نفرض قضية كلاوة، فرض قضية عبارة عن مقامرة، 1,000 إنسان 1,000,000 إنسان يدفعون أموالهم واحد من عدم يربح أو أكثر من هذا العدد. لكن إذا قيل لك مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني 1 إلى 700 كم بالمية؟ 70,000% نعطيك على عملك الصالح. ليش الناس ما يتنافسون في الأعمال الصالح؟ الله ده يضمن لك، مو دولة، ومية بالمية، مو يا نصيب، مو احتمال، درهم تنفقه تحصل على 700، يعني 70,000% تربح. يعني كم بالمية البنوك تعطي والناس يخلون أموالهم في البنوك؟ 5%, 10%, 20%, 30%، مو أكثر من هذا، مو 1,000%، مو 70,000%. ثم ربنا يقول والله يضاعف لمن يشاء. نحن في عالم الآخرة نجد أعمالنا الصالحة بحجمها وزيادة فضل الله، ولذلك الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا ندخل الجنة استحقاقا وإنما تفضلا من الله، لكن يدخل من يدخل النار استحقاقا، يستحق، ما إلى حق يحتج على رب العالمين.
كما أن الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك النار لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. تفكر يعني نيران يوم القيامة، نيران النار حرارة جهنم مثل حرارة الدنيا. هذه النار التي نستخدمها ونخاف منها، وإذا لامسناها نحترق ونتشوه، هذه نار رحمة الله، ونار جهنم نار غضب الله. أتئن من نار سجرها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. لا الجنة عين رأت ولا النار عين رأت ولا خطر على قلب بشر. هذه إضافة، هذه إضافة، يعني يستحق الإنسان على عمله مقدار من الأجر، الله يعطي ذاك الأجر اللي هو محدده ويعطي فضل من عنده. الأعمال المطلوبة والتي يقول عنها الإمام وأعمال العباد في عاجلهم، هذا يعني شنو؟ يعني الصلاة والصيام والحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتولي والتبري وتحمل المسؤولية والعطاء ومساعدة الآخرين، وكل عمل يعتبر خير، والله معطيك في وجدانك في الديسك معين مسجل عليه كل أعمال الخير، وانت تمشي بالشارع تشعر هذا العمل إذا تسويه خير، ذاك العمل إذا تسويه خير، ذاك العمل شر، ذاك العمل شر، هذا أنت داخلك موجود وتعرفه. مو ضروري أنه تروح تدرس في الكتب حتى تعرف ما هي أعمال الخير وما هي أعمال الشر، إنما هذه فطرة في داخل الإنسان، الأنبياء يذكروننا بذلك، وإلا هي موجودة في داخلنا في فطرتنا، مثل ما في فطرتنا الإيمان بالله، وفي فطرتنا الإيمان بالأنبياء، وفي فطرتنا العمل الصالح، كذلك فيما يرتبط بالصالحات وبالطالحات. مثلا لو إنسان يتحمل مسؤوليته، راح أشوف يوم القيامة نتيجة هذا. ما يتحمل مسؤوليته، هذا هم شرع، هذا شيء حرام، شاف ظالم ومظلوم، أنا إيش علي؟ ليش أدافع عن المظلوم؟ لا واجب عليك تدافع عن المظلوم، شنو؟ بدك تتحمل مسؤوليتك، الله خلقك مسؤولا، وقفوهم إنهم مسؤولون، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. شنو دخلي إذا كان ذلك طاغوت يظلم الناس؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين؟ ما لكم لا تقاتلون؟ ليش بتغامر بحياتك في سبيل المستضعفين؟ أن تتحمل المسؤولية عمل خير، أن تترك تحمل المسؤولية عمل شر، أن تعطي عمل خير، أن تمنع العطاء عمل شر، مساعدة الآخرين، جهاد المجاهدين، كل هذه نصب أعينهم في آجلهم. عندنا في الروايات المجاهد لا يسقط من على فرسه أو أي آلة وسيلة من وسائل التنقل إلا في حضن الحور قبل ما يوصل إلى الأرض. إذن كل عمل له نتيجته في هذه الدنيا ونتيجته في عالم الآخرة، وهذه النتائج هي التي نراها نحن وليس غيرنا. كما أن الطفل وهو جنين في بطن أمه ما يفعل بنفسه، الله طبعا ما معطي القدرة على أن يتصرف في نفسه، لكن لو رب العالمين أعطاه القدرة على أن يتصرف في نفسه، قال هذه عيوني زايدة شكو عندي، أي تبقى شالها وطلعها وقلعها، يوم اللي جل الدنيا أعمل مو أعمل، يقدر يسترجع عيونه؟ لا ما يقدر يسترجع عيونه. بعض الشباب أحيانا يسألون من عندي مثلا ليش صلاة الصبح ركعتين مو أكثر؟ أقول ما ندري يوم القيامة هاي الصلاة تتجسد في صورة ماذا، لكن لعله نحتاج إلى عمودين مو أكثر من عمودين. صلاة الظهر 4 ركعات نحتاج إلى 4 أعمدة، لا نعرف كما لا يعرف الجنين شنو فائدة إيده، شنو فائدة رجله، شنو فائدة أذنه، شنو فائدة عينيه، شنو فائدة لسانه، يقول لك هذه زائدة، لساني زائد وعيني زائدة وأذني زائدة، يعمي عينه ويصم أذنه ويقلع لسانه، يوم يجي للدنيا ما عنده شيء. الشخص اللي في هذه الدنيا لا يقوم بالواجبات بالنسبة إليه، حينما يذهب إلى هناك يشوف عندنا واقع، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا
إنها كلمة هو قائلها، لا خلاص واحد ما تقدر ترجع. يوم اللي يشوف العمل، العمل يوم اللي يشوفه والنتائج يشوفها ويريد يرجع ويندم على تقصيره في هذه الحياة، ما في إمكانية الرجوع. هل هنالك إمكانية لرجوع الجنين إلى بطن أمه بعد أن يولد؟ مستحيل. إذا تكون وطلع، في احتمال الجنين قبل ما يتكمل يكتمل، قبل ما يكمل 9 شهور وتسعة أيام وتسع ساعات يطلعوا من الرحم، يسووا له عملية ويرجعوا إلى رحم أمه، وهذا حدث بالفعل. لكن إذا ولد بشكل طبيعي، في بعد لحظة يقدرون يرجعوا إلى رحم أمه؟ أبدا، إلا بموت الأم وموت الجنين. إذا كان من غير الممكن أن يعود الطفل، أو البشرية تعيد الطفل بكل ما تقدمت في مجال الطب، أن تعيد الطفل إلى رحم أمه، هذه إمكانية غير واردة غير ممكنة. كيف بالذي يرحل عن هذه الحياة؟ عودته إلى هذه الحياة غير ممكنة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الناس وأعمال العباد في عاجلهم، نصب أعينهم في آجلهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.